seconds Dalia, number 222. Third stallion is number 223, 223. Fourth qualified stallion number 229, الرابع 229. Fifth qualified stallion number 232. فحلو 232. And sixth and last qualified stallion number 242. آخر المؤهلين الفحل رقم 242. إذا فلتعود كل الفحول المؤهلة ستة فحول. Can we have all the six qualified stallions 215, 222, 223, 229, 232, 242 back to the six qualified in this championship. ستة فحول مؤهلة في هذه البطولة. بالتوفيق.
على مدى 3 أيام استمتعنا أعزائي بهذه البطولة، بطولة فخر العرب. كان هناك تغطية مباشرة فعالة، نود أن أتقدم بالشكر باسم لجنة منظمة لهذه البطولة لتلفزيون دولة الكويت الذي رافقنا منذ بداية هذه البطولة ومنذ أول أيام. نشكر الفريق المشرف العام على البطولة، شكر للأستاذ أحمد حسن ورئيس فريق العمل سيد علي عناد العنزي، نشكر مخرجين النقل الأخت سناء خليل عبد الرضا، سيد عيد الرشيدي، سيد محمد الجميلي، السيد أحمد الأستاذ، السيد ناصر بوحي، السيد علي بهمن، وفي المتابعة والتنسيق الأخت نجاة بن ناصر. شكرا موجودين معنا ويعطيكم ألف ألف عافية منذ بداية اللحظة الأولى لهذا المهرجان وهذه البطولة. نقل مباشر والتغطية مباشرة، شكرا لتلفزيون دولة الكويت والقناة الثالثة. This program is offered by إذن أعزائي وصلنا إلى نتيجة آخر البطولات، فبالتالي لدينا 3 أبطال: البطل البرونزي، البطل الفضي، والبطل الذهبي من بطولة الفحول في ختام بطولة فخر العرب لعام 2024. لكن قبلها رح يكون في إعلان خاص للمزرعة الرائدة. طبعا النتائج كانت طبقا لنتائج هذه المزرعة خلال فئات التنافس وخلال البطولات. نعلن، توكل على الله. قبل إعلان الأبطال نقول مبروك للأستاذ محمد حمد الرخيص، مزرعة السلام، مزرعة رائدة، مربط السلام، تستاهل. ألف مبروك لهذه المزرعة الرائدة، وطبعاً النتائج كلها تعتمد على النتائج اللي حققها هذا المربط في هذه البطولة. ومنها ننتقل، مبروك مبروك ألف مبروك طبعاً، إلى الفحل الذي حصل على البرونز، وهو فحل من أو يمثل الكويت. مبروك للفحل رقم 242 أصايل رهيب. مبروك للأخت لورا خريبط، برونز شامبيون نمبر 242، أصايل رهيب.
وإلى الفضة. نبارك. يلا إذن البطل البرونزي يدخل الميدان وننتقل إلى الفضة. مبروك لقب البطل الفضي. مبروك لمربط أصاي الأستاذ خالد عبد العزيز الغيمشي بهر أي أي نمبر 229 is the silver champion. استقبل البطل الفضي باهر اي اي بروك. Waiting for our silver champion باهر اي اي. وننتقل إلى البطل الذهبي ومبروك لي المربي الفاضل طلال عبد المحري وغياث الزبير 2-3-2 جولد تشامبيون غياث الزبير. ألف ألف مبروك. بينما يصطف الأبطال جاسم أوكي بانتظار هذا البطل غياث الزبير رقم 232 بطلنا الذهبي the gold champion 232 غياث الزبير. قبل لا نبدأ بينما يصف الأبطال خلينا نقدم الجائزة الخاصة للمزرعة الرائدة ويتفضل مدير علامة روز رويس السيد عباس أشمر بتهنئة السيد محمد حمد الرخيص مزرعة السلام وهي المزرعة الرائدة. تحية كبيرة للسيد محمد حمد الرخيص. The breeding farm and the trophy is presented to Mr. محمد حمد الرخيص by Mr. عباس أشمر the manager of Rolls-Royce. مبروك. مبروك تكريم مزرعة رائدة. ونبدأ بعدها بالأبطال مع الأستاذ عباس أشمر مدير علامة Rolls-Royce. نشكره على الرعاية ويتفضل الآن بتقديم الكأس الذهبي لغياث الزبير. مبروك لغياث الزبير ومبروك الأستاذ طلال المحري the gold champion
is stallion number 232 غياث الزبير owned by Mr. Talal Al-Mihri and the trophy is presented by Mr. Abbas Ashmun. نشكر شركة علي الغانم وأولاده على الرعاية وقد تحفونا بسيارتين رائعتين من روز رويس ونشكر السيد عباس أشمر يقدم كأس المركز الأول والذهب إلى غياث الزبير والسيد طلال المهري وأعزائنا كما تعودنا نقف تحية لسلام الدولة الفائزة باحتفالنا مع الذهب ومع البطل الذهبي وسلام دولة الكويت. So ladies and gentlemen, let's celebrate with the winning nation. We want to ask you kindly to stand for the national anthem of the winning nation for Kuwait. مبروك للكويت، مبروك لغياث الزبير والمربي الفاضل طلال عبد الله المحري الذهب. The gold champion, standing number 232, غياث الزبير. He is by عقاب الريان out of مرجانة الزبير for Mr. طلال المحري. وننتقل إلى الفضة ونبارك للفحل 229 باهر AA. ألف مبروك المربط الصايل الأستاذ خالد عبد العزيز الغيمشي. سيلفر تشامبيون نمبر 229 باهر AA. He is by الأيال AA out of بدرية AA for أصايل الأستاذ أند مستر خالد الغيمشي. ومع البرونز نهنى أصايل رهيب، مبروك للمالكة الأستاذة لورا خريبط من الكويت. برونز شامبيون نمبر 242 أصايل رهيب owned by Miss لورا خريبط for كويت. شكرا للاستاذ عباس اشمر مدير علامه روز رويس بالكويت وشكرا لكل من قدم حتى لو حرك كرسي بس في فخر العرب. شكرا فخر العرب اشعل جميع القناديل فيه التنافس والشرف قاصدينه الليل والمحفل يهل شرد الخيل كل يقدم سابقه في يمينه يا مرحبا واليوم ماهي بقاويض وكل على ما قيل فك الخزينه يا مرحبا وان كنا هالارض ما تشيل يشيلكم صدر المكان وجبينا متنافسين بعز وبخير تمثيل وكل بمجهوده عسى الله يعينه
تراثنا مصيون من جيل لجيل، بقلوبنا وعيوننا حافظينه، ياما بها تكتب جميع التماثيل، عشق حلال وكلنا راغبينه، كم مغرم فيها يجر المواويل، وان شافها تبري الجروح الدفينة، فخر العرب اشعل جميع القناديل، فيه تنافس وشرف قاصدينا. اعزائنا، كان هذا اخر ايام بطولة فخر العرب، نتمنى للجميع كل التوفيق اليوم ودوم، نتمنى ان نلقاكم ان شاء الله في بطولات قادمة في الكويت وفي كل انحاء العالم، اتمنى التوفيق للجميع. And so ladies and gentlemen, by this we conclude the last and final day of فخر العرب 2024. I wanna hope all the success in all aspects of life for all the spectators, the owners, and our guests. And I hope to see you soon in another championship.